بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتطرق الآن نستكمل سويا شرح داتابيز اكسس. هنتكلم دلوقتي على الكويريز اللي هي الاستعلامات. احنا كنا من شوية عملنا تيبلز، والتيبلز دي كان فيها بيانات، عايزين نفيد ازاي نبدأ نضم 2 أو 3 تيبل ونطلع منهم بيانات. لو دخلنا على الكويريز هنقول له نيو كويري جديد في ديزاين فيو، اوكي. يبدأ يقول لي انت عايز تنزل انهي تيبلز، هنقول له عايزين ننزل سيتي انفو والجوفرن انفو، احنا عايزين ننزل اسماء المدن واسماء المحافظات اللي هي فيها. فاحنا نزلنا التو تيبلز اللي فيهم اسماء المدن واسماء المحافظات، ونلاحظ ملحوظ ان هو راح رابط بين الجوفرن اي دي والجوفرن اي دي هنا لانهم بنفس النيم، هو فهم ان في ريليشن ما بين الاثنين دول، ولعلنا هنضطر لموضوع الريليشنز كمان شويه بالتفصيل ان شاء الله. لو انا جيت من هنا قلت له نزلني السيتي اي دي والسيتي نيم والجوفرن نيم، وجينا هنا قلنا له فيو، عم طلع لي قال المدينه نمره 1 زقازيق الشرقيه، نمره 2 بالبيس الشرقيه، 3 ما يفوق 5 القاهره، 6 المنصوره الدقهليه، 7 سنبلاوين الدقهليه. واضح ان هو عرض لي في اسماء الحقول بتاعت اللي انا اخترتها. طبعا ممكن ان انا اغير الترتيب بتاعها، يعني عايز اجيب اسم المحافظه الاول اروح جايبها قدام كده واشوف هيجيب لي ايه اسم المحافظه الاول. ممكن ارجعه تاني، ادوس كليك شمال وادني دايس وامشي. عايز ارتب دلوقتي المدن طالعين لي بترتيب 1 2 3 4، لا انا عايز ارتبهم تبع المدن. فبنيجي هنا في حاجه اسمها سورت، سورت يبقى ده اقول له ايه اسندن، راح مطلع لي المدن ترتيب دوري. يبقى عرفنا ان هنا في عندنا سورتنج لو عايزين نرتب، وممكن نرتب كذا حاجه، يعني ممكن نقول له سيتي نيم اسندنج وبعدين الجوفرن نيم اسندنج برضه. يبقى دي معناها لو في حقلين تساوي في السورتنج ده يبدا يلجا الى السورتنج الثاني، زي بالظبط لما يكون مرتب حسب الاسماء، الاسم الاول والاسم الثاني، فلو تساوي بالاسم الاول يبدا ينتقل الى الترتيب بالاسم الثاني. في حته برضه مهمه ان هو كده مظهر لي المدن واللي في كل المحافظات، لا انا عايز بس يظهر لي المدن اللي في محافظات اللي في محافظه الشرقيه، المدن اللي في محافظه الشرقيه. ناخد كوبي من كلمه الشرقيه، وهنيجي هنا في حاجه اسمها كريتيريا، يعني في هل في كونديشن عندك على السيتي نيم او على الجفرن نيم؟ في عندي كونديشن على الجفرن نيم اللي هي الشرقيه، هو حاطها بين دبل كوتيشنز. هنيجي نشوف هنلاقي جايب لنا مين مدن مدينه مدن محافظه الشرقيه ومرتبين ابجدي، لان انا قايل له هنا نعمل لي اسندنج على سيتي. يبقى استفدنا من هنا ان في عندنا سورت وفي عندنا كريتيريا. طب لو احنا عايزين نظهر يعني محافظه الشرقيه او محافظه الدقهليه، هنيجي نكتب الدقهليه، نيجي نشوف كده هنلاقي طلع لي الشرقيه ومدن محافظه الدقهليه، لان هنا في اور، ان هنا في ايه اور، يبقى هو بيطلع لي اللي الكونديشن بتاعنا متحقق ده او ده. ممكن نحفظ الكويري ده ونسميه اسماء المدن، بس طبعا هنشيل التو كونديشنز دول، احنا كنا حاطينهم بس علشان نعرفهم، وهنشيل السورتنج خالص نلغيه بحيث انه يظهر لي الرقم واسم المدينه واسم المحافظه، وهنحفظ هذا الكويري ونخرج. تعالى نعمل كويري تاني. الكويري ده هو عباره عن تجميعه ما بين عده تيبلز عشان يطلع منهم بيانات، ودي بتفيد المصمم الداتابيز مش بتفيد اليوزر المستخدم. في الغالب اليوزر ما بيطلعش لا على التيبل ولا على الكويريز. تعالى نعمل التيبل تاني، ان احنا ننزل الخمسه تيبل، وطبعا عمال يحط الريليشنز ما بينهم لانه حاسس ان النيمز ايه متساويه، النيمز اللي هي بتاعت الحقول المتشابهه متساويه فبيحطها. تعالوا نشوف مع بعض هنا كده اللي احنا حطيناه. احنا هنا حاطين ايه؟ حطينا الفون انفو في البيرسون اي دي اهو، اللي فيها السيتي اي دي المدينه اللي فيها اهو، وفيها الجفرن اي دي اهو، وهنا نفس القصه الفون تايب اي دي اهو. يبقى انا ممكن اقول الشخص
او المحافظه اللي في فيها المدينه الفلانيه، الشخص اللي شغال كذا في المكان الفلاني كان عنده تليفون نوعه كذا رقمه كذا. تعال نشوف كده. انا قال لي الشرقيه المدينه، اسم الشخص، عمل الشخص، عنوان عمل الشخص، نوع الهاتف ورقم الهاتف. يبقى انا كده قدرت احصل على كويري موضح لي البيانات المهمه عندنا. طبعا زي ما قلنا قبل كده ممكن ان انا اعمل برضه شروط، ان انا عايز اشوف التليفونات بتاعت عاطف عراقي بس، او ما اجي اخد كوبي من هنا واروح هنا وتحت البيرسون نيم واحط كونديشن هو مين؟ عاطف عراقي. يجيب لي مين؟ تليفونات عاطف عراقي بس. ونفس الكلام عايز اعمل يجيب لي مثلا تليفونات المدرسين اللي هو التليفونات بتاعت اي حد مدرس. نيجي هنا نحط الجوب نيم مدرس، البيرسون جوب مدرس، تجيب لي بس المدرسين وشال الراجل بتاعت المدرسين. طبعا عايز يجيب لي تليفون المنزل بتاع المدرسين، يبقى لازم يكون في عندي تو كونديشن، كونديشن على البيرسون جوب ان هو مدرس، وعلى الفون تايب ان هو منزل. نيجي نشوف جاب لي بس تليفون لاثنين مدرسين في الهندسه، ويعني النوع الهاتف بتاعهم كان منزل. واضح كده ان احنا ممكن عن طريق الكويري ان احنا نبدا نجمع عده تيبلز ونضع بعض الشروط ونراعي موضوع الترتيب. عايز نرتب تبع النيم، لاحظ هنا ان هو مرتب عاطف الاول وثروه الثاني لان هم كانوا حسب ترتيب الدخول. لو انا جيت هنا عملت اسندنج هلاقي ان هو رتب لي ثروه الاول وعاطف الثاني لان هو بيرتب تبع زي ما انا عملت دلوقتي رتبت تبع النيم. طبعا ممكن اشيل الشروط دي كلها ويجيب لي كل الناس الموجودين والبيانات بتاعتهم. ممكن نحفظ ده باسم بيانات الهواتف. الكويري ده بيفيدنا في ايه؟ بيفيدنا في عده حالات. اول حاجه بيفيدنا ان انا بكون عايز اعرف حاجات معينه كمستخدم كمصمم، او بتفيدني في تصميم الفورمز وتصميم الريبورتس زي ما هنشوف قدام ان شاء الله.